وكان مؤتمر ناجح وانبثقت منه آليات وعنا آليات مهمة، منها مسألة اللجنة اللي شكلت بعد المؤتمر مع سوريا، احنا والأمريكان والسوريين، وكنا أيضا في اتجاه تشكيل لجنة أخرى مع إيران لنفس الغرض، يعني لتصفية الأمور والأجواء وإلى آخره. للأسف هذا لم يحصل، وأمريكا يوم تدخل في تفاوض مع إيران ويوم تهدد إيران مثل ما شفنا يعني. والتفاوض اللي دخلته مع إيران هنا في العراق أبعدت عن الجامعة العربية ومجلس التعاون وأيضا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذا خطأ كبير، لأن بالنتيجة إحنا بحاجة إلى وجود هاي الآليات والرقابة على أي استقرار إقليمي يضمن حقوق الكل ويدرأ الخطر عن الكل في حالة قيام جهة من الجهات في التدخل في الشؤون نعم الداخلية. دكتور إياد، أيضا من الشعارات اللي لاحظتها للقائمة الوطنية في طبعا شعارات الحملة الانتخابية لكم أنه ضمان أمن الحدود مع العراق، هل ما زال موضوع الحدود وأمن الحدود هاجز قائم لحد الآن؟ يعني إذا تلاحظين حضرتك التصريحات الحكومية مع حكومة بغداد العراق يقولون احنا عندنا مشاكل لا تزال، حسب حكي الحكومه يعني بوزاره النفط مثلا، ولا تزال عندنا مشاكل في مساله ابار النفط الحدوديه مع ايران يجب ان تعالج. لا يزال نسمع يعني من الحكومه ومن غير الحكومه ومن القوات المتعدده الجنسيات اعتقالات متسللين واسلحه والى اخره. هاي تدرين هاي كلها تعكس حقيقه هي ان الحدود الظاهر لا تزال مفتوحه وغير منضبطة. وطبعا جزء من معالجة المشكلات الأمنية هو جزء منها يكمن في معالجة مسألة الحدود، لكن هناك إجراءات أخرى للأسف لم تتخذ إلى حد الآن مع دول الجوار لضمان أمن العراق وأمن المواطن العراقي وعدم التدخل في شؤون العراق. طيب، من جملة ما تنتقد بالقائمة الوطنية العراقية هو موضوع التنظيم الداخلي، يقال بأنه من المشاكل الأساسية التي تعانيها القائمة هو التنظيم الداخلي، حتى أنه عندما كانت تقرر القائمة الوطنية أن تنسحب من الحكومة كان بعض الوزراء التابعين لها لا ينصعون لبقية الرغبات داخل القائمة الوطنية. الآن كيف وضع القائمة الوطنية؟ والله تدرين احنا القائمة يعني طبعا بالتأكيد هي حصلت مو بس عندنا، بس الآخرين أيضا حصلت عندهم، يعني مثل الأخوان بالتوافق وغير التوافق، لكن بشكل عام قائمتنا ما تمشي على النمط الحزبي والإرادة الحزبية في، لأن القائمة بها مستقلين وبها طبعا من أعضاء حركة الوفاق. بشكل عام أنا أعتقد القائمة العراقية تمثل نوع من التوازن الديمقراطي في داخل القائمة، وأكو هامش كبير من الحرية لأعضاء القائمة، لكن بالنتيجة موقف القائمة والقرارات التي تتخذ هي قرارات الإجماع في القائمة. وطبعا يعني الظرف السياسي يفسح المجال أمام خروج ناس ودخول ناس، وهذا يبقى بالوزارة. وتدرين إغراءات السلطة أيضا كبيرة، واكو وصلوا للسلطة ويقول لك خليه يبقى بالسلطة، يعني تبقى المنافع تبقى. نعم. هناك أيضا من ينتقد عدم تواجدك في اجتماعات البرلمان. والله البرلمان انا يعني بالعكس، يعني انا ارغب في ان اكون في اجتماعات، وخبرت الاخ في رساله رئيس البرلمان العراقي المجلس النيابي محمود مشهداني، قلت له يعني انا الاوان انه المجلس يبدا يناقش قضايا استراتيجيه مهمه تتعلق بالوضع العراقي، سواء على صعيد الامن او الجيش او الدفاع او الاقتصاد او الخدمات او العلاقات الدوليه، وهذا هو الشغل البرلمان. شغل البرلمان مو بس يعين موظف ويعين كذا والى اخره. ما شفت المجلس النيابي العراقي اعطي صلاحيات التشريعيه ولا صلاحيات الرقابيه بشكل كامل. لهذا يعني هي احد الاسباب الرئيسيه اللي تدفعني الى عدم الحضور، لكن التواصل طبعا مع الكتل البرلمانيه المختلفه بشكل مستمر. يعني أنا ألتقي بالقادة وقادة ورموز الكتل وهيئات الكتل بشكل مستمر، سواء عن الائتلاف، التوافق، الأكراد، دائما يعني الحوار.
بس ان شاء الله بالمرحله القادمه لانها راح تكون مرحله مفصليه. انا ليش قلت لك دكتور انه الاغلبيه يقولون ماكو دكتور اياد علاوي، حتى المواطنين اللي هم صحيح. ربما يؤيدون، لان مثلا هناك غياب في جلسات البرلمان، هناك غياب سواء على الساحه السياسيه او حتى اعلاميا. على كل حال هو سؤال اخير اختم بهذا المقابله، طبعا تذكر الانتخابات عام 2005 كانت هناك توقعات كبيره جدا تخص القائمة، إلا أنه جاءت النتائج مخالفة للطموح والتوقعات. هل هناك تخوف من تكرار الموضوع هذا ونجاح الأحزاب الدينية كما حصل في 2005؟ ما زال هذا التخوف قائم عندكم أم عندكم ثقة لدخول أقل التخوف من السابق؟ أقل بكثير يعني. وأتصور الانتخابات مجالس المحافظات خاصة ما راح تجي هيئة أو جهة تكون لها الأغلبية المطلقة. راح يكون نوع من التوازن بسبب المتغيرات اللي صارت. الانتخابات البرلمانية القادمة يعني أمل أنه تكون نزيهة، وأهم ما راح يصير بيها جهة راح تأخذ الأغلبية المطلقة، نوع من التوازن. بس أملنا كبير أنه الناس تبدي تدرك أنه المحاصصة الطائفية والجهوية أضرت بالعراق وأضرت بالمجتمع العراقي، فكل ما نبتعد عنها، كل ما نتبنى مفردات المشروع الوطني والمصالحة الوطنية وبناء الدولة العصرية، كل ما العراق راح يستقر والناس راح تستثمر ثرواتها وتعيش بهدوء. هذا اللي نأمله يعني، وهذا راح نسعى به بشكل مركز بالمرحلة القادمة. شكرا جزيلا لك دكتور إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق وأيضا رئيس القائمة الوطنية العراقية، على وجودك في هذه المقابلة. مشاهدينا أشكركم على طيب متابعتكم لهذه المقابلة، وأستودعكم الله.